محمية وادي الأسيوطي واحدة من أكبر المحميات في صعيد مصر، تضم على أرضها سلالات نباتية وحيوانية نادرة، لكنها تئن من اعتداء بني البشر عليها. المزيد في تقرير لولا عطا الذي أعدته شيرين مجدي وقرأته نهى زكريا. قف لحظة، أنت في واحدة من جنان الله على أرضه. مرحبا بك في محمية وادي الأسيوطي بصحراء مصر الشرقية. محمية وادي الأسيوطي تقع على بعد 20 كيلومترا جنوبي محافظة أسيوط على مساحة 8000 فدان. أنشئت قبل 18 عاما للحفاظ على النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض. المحمية الوحيدة القابعة في قلب الصعيد تحوي أراضيها الغزالة المصرية المهددة بالانقراض، ونحو 90 طيرا مهاجرا على رأسها الصقر شاهين، وأكثر من 60 نباتا بريا طبيا وعطريا. هل تصدق أن المحمية تحتوي على محجر يرجع لأكثر من 100 عام؟ نعم، فقد بنيت من أحجاره القناطر الخيرية. ما تراه بعينيك الآن سلالة نادرة من النحل ترجع لعهد أجدادنا الفراعنة. السلالة دي حاليا محدش بيربيها في مصر خالص، ابتدت تنقرض وتشكت على الانقراض لأن إنتاجها بيبقى قليل وكله بيسعى للإنتاج الكبير. فاحنا خدناها على اساس انها بتتحمل اقصى درجه حراره موجوده في بالنسبه للجبال وجو الجبل، فاحنا جبناها على اساس نربيها هنا في المحميه على اساس نحافظ على النوع بتاعها، لان عسلها برضو ليه مذاق خاص يعني غير العسل بتاع السلاله بتاعت النحل الفرنجي. لكن الحلو ما يكملش. محمية كانت الوضع بتاعها كويس لحد قبل الثورة، بعد الثورة بدأت المشكلة المهمة اللي بتقابل المحمية وأغلب محميات مصر اللي هي مشكلة التعديات دي، ابتدت تأثر على الأنشطة والأهداف بتاعة المحمية، وابتدت التعديات ان هي توضع يدها على مساحات كبيرة من أرض المحمية، وبالتالي أدى لهجرة الحيوانات من الأماكن كثيرة من المحمية وتدمير كثير من الموائل. لقد تعدى سكان القرى المجاورة للمحمية على 2000 فدان، ما يعني ربع مساحتها، معللين ذلك بضيق ذات يدهم وحاجتهم للسكن. استغلوا عدم إحاطة المحمية بأسوار حفاظا على حرية الحيوانات واعتدوا عليها. في بعض المتعديين بيمنعك انك تقول دي ارض ما تمرش عليها كأنه تملكها، غير ان هي اوكار يعني للخارجين عن القانون واللي واخدين احكام اعدام واحكام يعني مؤبد واسلحه وكم اسلحه رهيب ومخدرات وحاجات كتيره خالص، تعديات في ازدياد للاسف، ودي من اخطر المشاكل اللي تواجهنا وشل حركه العمل بالمحميه. التعديات التي صدر بحقها اكثر من 70 حكم ازاله ولم ينفذ منها شيء حتى الان كانت وبالا على المحميه تلك التعديات، فقد اوقفت مخطط تنميه المحميه بتحويلها الى حديقه حيوان مفتوحه. يئن ذلك الطائر وهؤلاء أيضا. المحمية تريد حلا ينقذها من تعدي بني البشر عليها، تريد أن يحفظوا ما تبقى منها، فإن ذهبوا فهم لا يرجعون.